شفتوا مباراة اليوم كانت في يدينا غير احنا اللي ديانا 3 بوان، علاش الحمد لله مكتوب ربي هذا وخلوها في قضاء وقدر ان شاء الله. ان شاء الله بالك درنا نشوفوا التراب اللي داوها لنا تاع رمشي اللي كان احنا جبناها بعروقنا هما داوها لنا، ان شاء الله الاداره راهي تعمل في خدمتها باش تجيب لنا 3 بوان هذيك ونزيدوا، مازال عندنا الحظوظ ان شاء الله وشوفوا ربي شركات بنا. الله غالب ما تكمل نيل صراو غير بتيت كي شغل هادو كيما فيتيليتي هادو هما اللي خلاو هذا لا باغار جينيرال هادي، مي الحمد لله ما صرا والو. هنا كيما يقول لك كاع هكاو نبقاو خوت، لا غالب توجور يبقى شغل هادوك لي فيتيليتي هما اللي يدخلوا هكا ما بين لي جوار، وكيما يقول لك الجوار يكون شغل حامي وكاع ما يلقاش روحه، مي الحمد لله ما كان والو، الحمد لله كلشي فات كما يقول لك طريبيه وكاع. في الشوط الاول كانت متكافئه، يعني الفريقين كان مستوى متوسط، يعني الفريقين ما ضيعوش بزاف يعني عند المرمى، والشوط الثاني وين الفريق الخصم كان يعني خرج من المنطقه تاعو وين خلانا لي زيسباس بزاف دارير، اون با بي بروفيتي، اون دو ولا تروا زوكازيون دوزيام ميتون نت وين ضيعناهم. الاجواء الرمضانيه هذه يعني صعيبه للاعبين، وشني الاشياء اللي صرات بعد المقابله والله نتاسف ليها، نتاسف يعني وعلاش بور ان ماتش نيل هكذايا المسؤولين واللاعبين تاع وادر هي وتعدوا علينا بزاف وربي يسامحهم ان شاء الله.